حتى الآن احنا درسنا الـ Random Variables ودرسنا الـ Probability Mass Functions، بس في سؤال يعني ممكن يواجهنا في يوم من الأيام. مثلا لو أنا عايز أعرف العلاقة ما بين عدد الساعات اللي أنا المفروض أذاكرها والدرجة اللي أنا هجيبها مثلا في الامتحان. دلوقتي لو أنا جبت الـ BMF للدرجات اللي أنا ممكن أجيبها في الامتحان والـ BMF لعدد الساعات اللي أنا بذاكرها، دول مع بعض مش هيفيدوني في حاجة، مش هعرف أستفيد منهم بأي حاجة، يعني مش دول مش هيعرفوا يدوني المعلومة دي. فعشان كده أنا المفروض إن أنا أدرس الحاجتين مع بعض. يعني أنا عايز أدرس مثلا إيه، لو حد ذاكر مثلا 5 ساعات وجاب مثلا درجة عالية، لو حد ذاكر مثلا 6 ساعات وجاب درجة عالية، لو حد مش عارف إيه وجاب درجة كذا، وأسجل كل الحاجات دي وأبدأ أبص فيها وأعرف المفروض أنا أذاكر قد إيه عشان خاطر أجيب يعني أحسن درجة ممكن. عشان نعمل الكلام ده، العلماء اخترعوا حاجة اسمها الجوينت بي ام اف. الجوينت بي ام اف دي هي جاية من كلمة جوينت، هي بتربط حاجتين ببعض. ده بي ام اف بيربط حاجتين ببعض، ده بيبقى عبارة عن ايه؟ ده بيتسجل فيه البروبابيليتيز بتاعة تقاطع حدثين مع بعض، او تقاطع حاجتين انا عايزهم مع بعض. زي مثلا اللي كنت لسه بقوله من شوية، تقاطع عدد الساعات مع تقاطع الدرجات اللي انا ممكن اجيبها. خلينا مثلا ندي مثال على كده، خلينا احاول ارسم البي ام اف بتاع حاجه زي كده. لو انا جيت دلوقتي عملت زي محورين كده اهو، وقمت جاي قايل مثلا لنفرض ان انا هذاكر ساعتين او هذاكر 4 ساعات او ممكن اذاكر 6، والدرجات اللي ممكن اجيبها مثلا 75%، 85%. لو جيت هنا رحت راسم خطوط كده اهو، ودول يعتبروا البروبابيليتيز بتاعتي. فانا هاجي مثلا اقول ايه، مثلا يعني مفيش حد ذاكر ساعتين وجاب 90% او 95، بس يعني دول عددهم 16، فانا احط probability مثلا 1 على 16 منهم اللي جاب 85%، 2 على 16 جاب 75. هنا بقى هعمل جدول برضو كله بتوقعات او حاجات انا المفروض درستها كده اهو. بعد ما مليت الجدول دي كده تعتبر الجوينت بي ام اف بتاعتي. اقدر اعتبر دول كده مثلا كانهم ارتفاعات فوق الاكس واي بلين داون. يعني انا كده عندي ارتفاع لواحد وواحد والاثنين، والواحد واثنين واثنين واربعه وهكذا. دلوقتي اول حاجه لاحظها في الجوينت بي ام اف داون، لو انا جيت جمعت كل البروبابيلتي دول هيطلعوا واحد. يبقى دي كده اول حاجه المفروض الاحظها. انا عندي السميشن على اكس، سميشن تاني على واي للجوينت بي ام اف اللي هنديها الرمز ده، يبقى probability اكس وواي السمشن ده بيساوي 1. ده كده النورماليزيشن اكسيوم. بعد كده فلنفرض مثلا ان انا عايز احسب البروبابيليتي ان حد يجيب 85%. احسب البروبابيليتي ان حد يجيب 85%، طب دي تيجي منين؟ اه ده انت تقدر تذاكر ساعتين وتجيبها، تقدر تذاكر 4 ساعات وتجيبها، ممكن 6 وتجيبها، بس 8 لا. طب انا دلوقتي لو عايز احسب بقى البروبابيليتي دي، كل ما عليا ان انا اجمع كل الانديفيديوال اوتكمز اللي ممكن تسببها. فانا هجمع الثلاثه probabilities دول، 1 و2 و1 4 4 على 16، وده كده يبقى probability بتاعت ان انا اجيب 85%. probability بقى اللي انا لسه حاسبها دي اقدر اسميها ايه؟ انا كاني بجيب probability على شريحه واحده او على حرف واحد. الحرف ده معناه بالانجلش مارجن. فمن هنا بقى ممكن تيجي التسميه ان انا اخلي دي اسمها مارجنال probability. فان انا اجيب probability بتاعت حاجه واحده فقط، سواء كنت عايز اجيب مثلا probability ان حد يذاكر 4 ساعات فاجمع دول، او اجيب حد probability ان حد يجيب 90% فاجمع دول، سواء كان على الاكس او على الواي، دي اسمها مارجنال probability. احنا جبناها كده باي انتويشن، بس هي ليها ديفينيشن. الديفينيشن بتاعها ايه؟ ان انا لو عايز اجيب المارجنال، نفس اللعب ده كده اهو، انا عايز اجيب المارجنال اكس probability بعمل summation
على الوايز للجوينت probability mass function. دي كده يبقى اسمها المارجنال probability. لو انا عايز احسب المارجنال probability الواي بعمل السميشن على الفاريبل الثاني، بعمل سميشن على الفاريبل اللي انا مش عايزه، الفاريبل اللي انا عايز اعوض بيه واحسب له القيم بتاعته، ده ما بعملش عليه سميشن، ده بسيبه فري عشان اعرف اعوض بيه، انما الباقي بعمل عليه سميشن. انا كده حسبت المارجنال probability بتاعت اي فاريبل انا عايزه من الاثنين اللي هو الجوينت بتاعي نتعرف عليه. بعد كده عايزين نتعرف على كونسبت تاني بتاع الكونديشنال بروبابيلتي. دلوقتي الكونديشنال بروبابيلتي هنا ممكن تكون ايه؟ انا ممكن اخد الكونديشنال بروبابيلتي جيفن ايفنت. الايفنت ده ممكن يكون حاجه تتطبق على تو فاريبلز، ممكن تكون حاجه تتطبق على فاريبل واحد. ناخد الاول المثال البسيط وان انا اطبق على فاريبل واحد. مثلا على سبيل المثال انا عايز البي ام اف بتاعي جيفن ان انا ذاكرت 6 ساعات، يعني جيفن ان انا ذاكرت 6 ساعات ده كده كونديشن انا بقول ان هو اتحقق، عايز البي ام اف بتاعي. طب دي اعملها ازاي؟ انا ذاكرت 6 ساعات، يعني لا ذاكرت 8 ولا ذاكرت 2 ولا ذاكرت 4، يعني كل دول صفار، هصفر كل دول ويبقى ده كده هو البي ام اف بتاعي. خلينا ناخده تحت كده لوحده. دلوقتي كده ده البي ام اف بتاعي، بس بما ان هو ده اللي يعتبر كل حاجه اتحققت فالمفروض ان البروبابيلتي بتاعته تكون بواحد، لكن الاربعه هتفضل ضعف الاثنين في البروبابيلتي والاثنين هتفضل ضعف الواحد في البروبابيلتي، ليه الافضليه هيفضل ليه الافضليه؟ في الحاله دي انا عايز اعمل ايه عشان اصلح الموضوع ده؟ بدل ما اخلي دي على 16 اقسمهم على 16، لا انا اقسمهم على مجموعهم اللي هو هيبقى 7 في الحاله دي. او ممكن بشكل اخر يعني اقول ايه، ان انا هقسم كل probability على مجموعهم مقسوم على 16. لو قسمت كل واحده من دول على الرقم ده ايه اللي هيحصل؟ هيطلع لي في الاخر هنا 7 وكان كل 16 هيطلع لي 7. اه سوري دي اصلا 7 لخبطت، وهنا 7. 7 على 16 ده قلنا اللي هو ده اللي هنقسم عليه كل حاجه عشان خاطر في الاخر يطلع لي البروبابيلتيز بتاعتي. دول كده مجموعهم واحد، ده كده العالم الجديد بتاعي او الحاجه يعني السامبل سبيس الجديد بتاعي. هنا بقى دي كده تعتبر ال 95%، ده جيفن ان انا ذاكرت 6 ساعات. تمام كده. دي بقى اقدر اعبر عنها بايه؟ 7 على 16 دي اللي انا عايز اقسم عليها. لو جيت فكرت في الموضوع 7 على 16 دي جيبها ازاي وبصيت فوق هلاقي ان هي اساسا المارجنال بروبابيلتي للكولوم ده. طيب يعني انا لو جيت انا عايز احسب الكونديشنال بروبابيلتي ان انا ذاكرت 6 ساعات، يبقى كل ما عليا ان انا اجيب الجوينت في المكان ده، يعني انا هجيب الجوينت بتاعتي وهفرض ان انا عملت فيكسنج للاكس للقيمه المعينه اللي انا عايزها اللي انا كنت اخليها انا 6 ساعات. بعد كده هقسم على المارجنال بروبابيلتي للاكس اللي انا ثبتها دي، وده كده هيبقى الكونديشنال بروبابيلتي بتاعتي اللي انا هسميها بي واي جيفن اكس. هي دي كده الكونديشنال بروبابيلتي الواي جيفن اكس معين، وده فانكشن برضو في واي واكس، انا اللي بختار الاثنين. الكلام ده يفكرنا بحاجه خدناها قبل كده، او في الواقع يفكرنا بحاجه خدناها قبل كده. ايه هي الحاجه دي؟ لو انا جيت في العادي بقى في الكلام اللي احنا عارفينه القديم، خدت probability ل A سمي ال A دي مثلا هي ال Y given B. الكلام ده كان بيساوي ايه؟ ال joint probability دي بتعبر عن التقاطع اساسا حاجتين مع بعض. فانا لو خدت هنا probability تقاطع الاثنين وقسمت على الحاجة اللي انا اللي هي الكونديشن عليها اللي هي probability of B هنا، تطلع نفس الفورمولا اساسا اللي هي الفورمولا بتاعت بيز، مفرقتش حاجة، يعني ده نفس الكلام اللي احنا خدناه بالظبط بس متطبق بشكل مختلف مش أكتر.